الله عنك مسافر إلى صلي الجمعة، هل تسقط الراتب مثل الفور أو يصلي؟ المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجمعة فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر من المؤمنين يدخل في العموم، لا يقول أنا مسافر سأقصر، أنا مسافر، يقول الجمعة أوجب عليه. فإذا صلى الجمعة فالجمعة ليس لها راتبة قبلها كما هو معروف، لكن لها راتبة بعدها، فهل يصلي الراتبة أو لا؟ الظاهر أنه لا يصلي الراتبة، لكن يصلي نفلا مطلقا. وإنما قلنا أن الظاهر أنه لا يصلي، لأنه ليس العلة من ترك الراتبة أن تكون الصلاة مقصورة، بدليل أن المغرب للمسافر ليست مقصورة ومع ذلك لا يصليها الراتبة. فنقول لا، ليس لها راتبة في حقك، ولكن إن صليتها تطوعا مطلقا بغير قصد الراتبة فلا بأس. الجمعة لا يجمع إليها، لا تجمع إليها العصر، لأن الجمعة صلاة مستقلة لا يجمع إليها ما بعدها، ولا تجمع هي أيضا إلى ما بعدها تؤخر، فإن السنة الواردة في الجمع بين الظهر والعصر فقط لا بين الجمعة والعصر. والجمعة كما نعلم تخالف الظهر في مسائل كثيرة.